الناس الداعمين منا على عدد فرعنا. عشان الأرقام هون عند داخلين بعض. هاي هدف أولى كريت. لأن أهم شيء وأنت تعمل سواء في الجيم أو السكيل بار، وأهمها السكيل بار، يكون الأكتيفيتد داتا فريم هو اللي أنت بدك تعمل له سكيل بار. يعني بعمل سكيل بار ملابس، إذا كان الأكتيفيتد وان ويست باند فبيطلع السكيل بار مش كومباتبل مع نابلس، لأنه بيطلع ممثل مسافة على الضبط. بدك إياه يمثل مسافة على نابلس. فبيطلع بيطلع عليها بالعين من غير ما يحاول يحط السكيل وقعه، doesn't make sense. فاحنا عندنا الاكتيفيت 1 هي مبينه بولد نابلس، فبنروح نعمل انسيرت كله من انسيرت سكيل بار نختار، يعني متروك لك شو تختار، اختار واحد سمبل كومبليكيتد في التطبيق. انا اخترت سكيل بار 2 كيلومتر رايت كليك بروبرتيز، بختار بدل باي كيلومتر. الان النمبر اوف ديفيجنز والسب ديفيجنز اللي هي كم نسميهم فئات ولا، فجربنا عملنا 2 2 مثلا نشوف شو بصير فيه. بامكانك قبل ما تعمل اوكي اعمل ابلاي شوف شو بصير قبل ما تسكر الويندو. اذا هذا الكلام عاجبك وشغله فليكن، ممكن السب ديفيجن نحطها واحد نشوف كيف بصير. نعمل اوكي. تميز طبعا انك بتصغر وبتغير اكوردنلي. قام بخشوا بعد دكتور عندهم. طبعا هيك كثير مناسبة اللي دخلوا بعضيهم. فبنعمل هاي جرب واحد. هيك بتوقع اني زيرو 2.55 انا هيك السكيل بار بدي اختاره. طبعا هذا بيكون سكيل بيمثل محافظة نابلس، حاول قرطه تقريبا وقفوا على نابلس من شرق لغرب او شمال لجنوبها، يعني من الشرق للغرب لو انا بتقدر يمكن تكون 15 كيلو تقريبا اقصى او اقل شوي، شمال جنوب ممكن تكون 20. اذا كان هذا 5 كم واحد بيركب هون عندنا؟ 4 20 كيلو. لكن هل هذا منطقه للضفه الغربيه ولا مره؟ لانه ال 5 كيلو اعرض من العرض الموجود للضفه الغربيه، مستحيل يكون عرض الضفه الغربيه 4 كيلو. فهذا مهم جدا. اذا في السكيل بار باي ديفولت بيعمل السكيل بار بناء على الاكتيفيتد داتا فريم، من هاي بيقولها طيب. هلا في عندنا الترتيب لهم، يعني زي ما حكينا لكم واضح انه الليجن داخلي على الداتا فريم تبعنا، بس ممكن نحاول نصغر الداتا فريم بالعرض، ممكن تدخل عليه وتغير كمسافه يعني تزغلها من هون الوقت بدل 19-17، لكن بجوز ما فيش داعي. السبب ان انت حافظت على اللي هي البعد بجميع الاتجاهات، هذا ممكن يتحكم هيك فلسفه. ممكن بده كمان شوي منها. هلا هذه اذا بدي اكبرها ممكن يصير عندنا، يعني لو بدي احاول اكبرها بالعين مستحيل تجي نص المسافه بينهم ولا مره. ممكن نرجع نحاول نحط السفير بالدور. ممكن يعني هيك ممكن تكون نص نص، بس اذا وصلنا انك تضبط كل الرصاص حواليها نرجع نشوفها كم صارت. 17 بلس 2 فبنثبتها على 17 مثلا. ونعمل هذه نشوف كم. لو جربت نعملها الان هذيك صارت عندنا 17. احنا عندنا كم؟ 25 عاد صح؟ 25 بدنا نشيل 3 انصاص ونشيل 17 18 ونص. هاي كم بضل لها؟ 25 6 ونص صح؟ يعني ما 6 ونص. هيك المفروض انها لا في غلط صح؟ لا في الجهة الثانية تغيرت. هون تغيرت الاكس بار الان عدت منها كم؟ 17 18. هيك صارت تمام 100% كلهم صح. لان هلا السكيل بار بامكاننا نكبره شويه اذا تحب يكون شكله داخل العرض هذا ممكن. شرط النور دكتور. اي شرط النور. لا لما اغير الاكس واي بغير لي الويدث او الدبث لها.
لا لا انت بتكون كابس عربي تقول هي هي بتاعتها لا وانت بفوت على البروبرتي اه بفوت على البروبرتي السبعة تم كيف اخذها هاي البروبرتي في السايز اند بوزيشن سايز اند بوزيشن هلا لما اغير لا موقعها زي ما عملنا هذا بس ما في داعي تحكم موقع هون تحكمت موقع من هون غير لي الوت يعني هاي بحطها 21 اجرب احط واحد بحطها 21 وحطها 18 غير حط الوت في سنة 2 طيب ايش صار لما اغير انا الوت 2 ليش تغير الوت كده للسايز طبعا ماشي بس ليش يعني اوكي هاي 2 طبعا بتغير اللوكيشن تبعها اكوردنج لانه السايز اللي بحكي له وانت بتحكي انه حكمت في موقع معين اوكي بس اثنين كثير واحد ونص هلا كيف ندخل على نوع الخط؟ روح هات كليك على ليجند روبرتس نمشي فيهم الان هذه نروح على الايتم مثلا نشوف فيها كيف دكتور؟ الايتم في عندنا الفورم شفتوها؟ الفورم اعمل سيلكت اول هاي سيلكت اول مثلا سيلكت اول قارن كلهم اللي هي عندنا نابل سورس كوميونيتيز وجبل الان الفورم بامكانك تحكي ابلاي تو اول ليبل او انت بتختاره بدنا نختار مثلا نجرب تايمز نيورون جرب على تايمز نيورون او هيها فقط تعمل ابلاي شو بتغير؟ تغير طبعا. الان كم بدنا حجمها؟ لو جربنا مثلا 14 الباي اكبر شوي 16 كبرت شوي معقوله بس انتبهوا 16 تغيرت فقط بلعب اسود شو السبب؟ انه بطلت سيلكتد البخيل بطل سيلكتد. عملنا ابلاي اول يعني هاي مرات بتغير واحد ما بتغيروش للجميع لانه ما بتغيرش سيلكتد بنجرب 16 أنا تغير شوي. يعني هيك حجمهم معقول بامكاننا ندخل برضه نعمل تايمز نيورون للكيلو من السكيل بار روبرتس بدها تكون ضمن ممكن فورمات هي موجوده بدل اريا نختار تايمز نيورون طبعا مش منطق تكون الفونت سايز للسكيل بار اكبر من الليفل يعني هي اللي لها الزخم خلينا نحكي فعملت هذيك 16 مثلا ممكن تعمل هاي 12 ممكن تعملها هاي انا كم هيك صارت عندي 12 جربتها 14 مثلا هذه 14 اللي فوقيها 16 ندخل على الجيم كمان طبعا نشوف شو ممكن نعدل فيها عارف الشيء اللي على تحط حواليها حدود مش مألوف يعني بدك تحط حواليها الليجن حد معين لانه محطوط مانس انا مجرب حط بوينتون كيف حطوط تانس صار حواليها اذا شايف هاي الجذبية بدي اكون مثلا اذا شوف تانس حلو يرجع لكم طبعا زي ما حكيت بالموقف نعمل الفم السايز اند بوزيشن بجوز ما في داعي تدخلها من هون السبب انه انت بتحاول تكبرها وتصغرها بدون ما تدخل على هذا الكلام. لان لاي سبب بدك تغير عنوانها، يعني هذا الليجن مش عارف تحكي النتيجه. مثلا اذا كان حارف ممكن نحط يعني بس جرب يعني غير طبعا كيف غيرت سمير مين سمير اكيد غيرت
هي كلمة ليجن متأكد بس إنه في شغلة يمكن إذا كلمة ليجن مش عارف أكتبها يمكن ما تشوف ما تحكي هذي شو عمل شو أبلاي بهو شيل التك من عند شو يعني إذا كلمة ليجن ما بدك إياها خلاص هي معبرة عن حالها كليجن ممكن تشيلها إذا أنت شايفها مش عارف سأل الدكتور أمجد الآن مجرد ما بعرف لو سيمبل في تبسيط بنحن على سيمبل سيمبل إذا سيمبل ما في عندنا الآن يعني Vertical Alignment Center Horizontal Alignment جرب نحط Horizontal Alignment Center بس هل بتعمل جزء تعمل للجميع مش فقط للليجو مرة ثانية في عندنا دخل High Cancel دخلت على Edit Symbol شفتوها هاي كانسل دخلت على Symbol هاي كانسل كرنا كانسل بعد كليك Properties بس نديش Symbol Edit Symbol جربوا اعملوا Horizontal Alignment Center من Horizontal حركة ممكن تطوره من خلال سيمبول ديت سيمبول بامكانك تعمل هوزنت الاينمنت ليفت رايت او سيمبول وات ايلس هذا ممكن نشوفه بس اخر شيء ذكر على سيمبول في شيء الان اذا انتبهت انت تركزوا فيها شكلها مثلا ديريا ككلمه ليجن صح؟ هاي بتغيرها من ديت سيمبول هاي اعطاها ان هي ايريا بتسافر أنا ممكن أعطيها تايمز نيو رومان كانت بدي تكون طبعا شلون تكون الألوان تايمز نيو رومان ممكن أعطيها مثلا 18 غيرت بس دائما الأريا الخط أدفش أو أكبر من يعني غيرت صغيرة ممكن تكبرها شوي بدل 18 ممكن أعطيها الآن 20 بتصير أفضل يعني بس يكون العنوان الرئيسي أصغر من الشيء اللي تحته بأي سبب يعني السيمبل بيشتغل للليجند فقط إذا بدنا نغير مع باك جراوند يعني في شغلات حنجربهم على الداتا فريم بس انتبهوا عليها ارجع كمان بالبروبتس على الجيم حطيت انا باك جراوند وحطيت البوردر في عندك الجاب اكس واي شفتوها؟ وين؟ جاب اكس واي جاب انا كيف اجيبه؟ جاب بقلب البوردر يعني؟ ايه للبوردر الجاب؟ الجاب ما بين البوردر وما بين الباك جراوند اه اذا انت بدك ما يكونوش طابقين على بعض لازم بدك اياهم اذا بدك البوردر يخرج عن البوردر بتحطهم بوزيتيف، إذا بدك البوردر الباك جراوند عفوا يكون جوا البوردر بتحطهم نيجاتيف. فأنا جربت مدخلات بيجي نحط خمسة مثلا، خمسة. بتطلع برا ال طلع برا، شفتوها كيف؟ في شيء راوندينج، شفتوا الراوندينج كمان مرة؟ أنا عملتها 10. الراوندينج إنه ما يكون عندنا شارب أنجل، طلعهم كيف عملها سموث الأنجل، بدل ما يكون صندوق او يكون عندك التانجل طلع على الزوايا كيف عملهم تنعيم القيمه العشره هاي لو حطيت قيمه ثانيه نشيلها برجع حاي احطها صفر يعني حط 10 او 5 رجع عندك التانجل عادي اذا في الراوندنج الايدجز هذه اللي هيك شكلها الشارب ايدجز مش شرابيه كيف بتعمل راوندنج يعني اعمل كير للزاويه يعني اتس ان ارت شو انت شايف مناسب تعمل اوكي ممكن نتركها الان هيك
نجرب بعض الشغلات نضيفها. في عنا نحط باك جراوند لكل الداتا فريم يعني، او نرجع نشوف الصوره او نزلت نرجع نشوف الصوره، نرجع نشوف نضيف انسيرت كمان مره نشوفه. في عنا اللي هي ميد لاين اللي هي اللي لها حدود يعني، كيف ما تروح بالويندوز على ذيك رايت كليك وتحط لها بوكس، بوكس اللي هي زي تعرفها بالويب ولا هلا بشوفها. نيت لاين لا بليس اراوند اول اليمنت يعني بدنا اياه يكون حوالين كل الاليمنت. تمام. الان الجاب هل بدنا اياه يكون في جاب؟ ممكن الان نجربها زي ما هي از ديفولت، نعمل اوكي وبعدين ندخل على السيتنج نعمل اوكي زي بس تمام. انسيرت نيت لاين نحطه بليس اراوند اول اليمنت هذا هو النيت لاين. بس واضح انه شبيب الشغل صح؟ مظبوط. طلع عن حد الصفحه من اليمين. ما بعرف شو انت بتطلع نفس الشيء ولا لا. طيب كيف نتحكم فيه؟ هاي من رسيبتك. ممكن زي ما حكينا بس ما بنصح تروح بالطريقه التقليديه. تعمل هيك مثلا شوي. اوكي هذا دخل هيك يعني. ممكن واحد يشوفها معقوله. بس بجوز يكون اجمل نعملها من البروبرتيز. اجانا نفس الكلام. الاكس والواي. لا لاحظوا احنا عملنا الاكس والواي للداتا فريم نص صح؟ اذا بتعملها النص حيطلع بعض ويطلع بالشكل الاجمل يكون طالع لبرا شوي. فممكن نجرب بوينت 2، جربوا على بوينت 2 واعملوا هاي بوينت 2 بالاكس والواي. ليه بوينت 2 دكتور؟ لانه احنا عملنا قبل شوي للداتا فريم عملنا نص على الاطراف. اذا عملناه نص فعلها بتثبت على الحفه هاي. انا عندي بدي اعمل بوينت 2 خليه يكون عامل اطار حواليها او بوينت 25 اذا بدك في الوسط جرب اعملها 25 سنتيم بتطلع بنصف المسافه. كيف تثبت الويدث والهاي؟ هلا بنظبط الويدث والهاي. لكن كيف نظبط الويدث والهاي؟ كم كان عندنا الويدث والهاي لكل السايز 22 و 25 صح؟ جربوا اعملهم نفسهم 25 و 22 بعدين بنرتبهم 25 و 22 اعملوا الهاي طلع زياده صح؟ الان ايش بدنا نعمل؟ لاحظ احنا حكينا له الاكس والواي بوينت 25 ولكن بدك تلعبها صح؟ اذا بدك من فوق ومن اليمين بوينت 25 بدك تنزل نص من البعدين يعني بدل 25 بدك تعمل 24 نص لان انت حكيت له اوريدي في عندي هون بوينت 25 اذا حكينا له 24 نص بده يخصم بوينت 25 من هون والعكس. كيف تكون؟ مره ثانيه العرض للداتا فريم كنا عاملين 25 22 مظبوط؟ مظبوط. لما انا حكيت ابعد من هذا الاتجاه بوينت 25 من هذا الاتجاه بوينت 25 وستيل انا الزمته ب 25 22 لطلعها من هذا الجهه بوينت 25 وطلعت من هون بوينت 25 انتبه عليها زادت هي الصوره طلعت من اليمين وطلعت لفوق. هلا انا بدي ارجعه مش كمان بدي ارجعه على الحد بدي ارجعه كمان لورا بوينت 25 اذا كم لازم ارجع؟ نص بالاتجاه لان مشان نص يتوزع 25% هون 25% هون 25 فوق 25 يعني نعمل وث واحد 21 21 نص 24 نص فاتوقع انه يكون بيرفكت 24 نص شوف صار مع الشباب. طبعا ميز انك تدخل من البروبرتيز بتتحكم بالويدثز والهايتس حسب البيرسون صح. اذروايز مره اضربها على اليمين ومره اضربها من فوق ومره بتحكم ممكن توصل لاي شيء معقول بس مستحيل يكون 100 بيرسون اللي هي المسافات من جميع الجهات نفسها. لا ممكن نجرب الرابط الرابط انا بشوفه بعمل له هيك يعني شيء شباب كلمة شغل بحطها بين على شغلات كثير بروبرتيز اتوقع نجربها من الفريم ممكن هي من الفريم نجرب نعمل راوند 10 بيرسنت ونعمل ابلاي تفضل الثلث ثلاث كبيره ليش كبيره انا بحكي؟ لانها دخلت على الداتا فريم تبع ناس انتبهين فوق وين صارت؟ ادخل فيها يا رجل
شفتوها كيف شوية قطعت من الداتا فريم للابس، لأ ممكن نزبطها شوي بدل ممكن نجربه 5% معقول. طب في عندنا كمان راوندينج، لاحظ أو نعمل أوكي لازم تعرف شو رح عمل راوندينج للبوردر بس ما عمل للباك جراوند. انتبهين لتحتيه في دنا بيطلع هيك برا، كيف خليهم يطبقوا على بعض؟ اعمل للباك جراوند راوندينج 5% أو 5% تحت. إذا أول واحد الراوندينج لمين؟ للبوردر، والثاني للباك جراوند. نعمل له 5% أو 5% المفروض 100% ينطبقوا على بعض. شفتوا كيف صارت هيك الزوايا واللازمة. أنا اللي مش عاجبني كثير اللي هي الليجن كانها معمولها خلفية، ما نرجع نشيل خلفيتها، نشيل نعمل يعني لون زي أجمل ونشيل حتى الحدود منها. بس برجع مطلوب لكم هذا الكلام، مطلوب كإيش أنتم تشوفوه جزء أفضل. ضل الآن ضل بعض الشباب بس قبليها نجرب نصدرها عايز نيجي نطلع عليها برا الجي اس ونشوف كيف شكلها، وبعديها بنرجع ضل بنضيف اللي هي ليبلز للكوميونتيز، ممكن نضيف تكست إذا بنحط لها عنوان، إذا بدنا نحط بريبيرد باي، وإذا بدنا نحط جريد لاين. إذا بنجرب نعمل فايل اكسبورت ماب، هذه هي الطريقة اللي بتصدر لك الماب من اللي اوت في الجي اس لايمج انت بتاخذها للتقرير. طبعا الطريقة اللي هي مش بروفيشنال تعمل جريد سكرين تاخذها تحط تسجيل اكسبورت ماب، هلا بجيب لك وين اسيبها على الديسك توب سماها باي ديفولت 9/10. ممكن نزيد الريزوليوشن، جرب احط الريزوليوشن 200 مثلا هي كبرت الصورة. طبعا الريزوليوشن متى بيكون له أهمية؟ لما تكبر واعمله سيف. روح على الديسك توب انا ايش سميتها باي ديفولت 9/10 انا مش شايف هي تحت دكتور بس فكر 9 هي مبين هي جد. اضرب عليها او اضرب عندك يعني انت وايد فوتوغرافيت او بالوجه طيب اذا جرب الشغل الان اعمل عليها رايت كليك كبير اعمله رايت كليك كسر افتح ملف وير لان هذا انت بتعمله في شغلكم الشغل الرسمي يعني افتح اوضتك وير ضيفه واعمل كنترول هيك بيجي شكلها على الوير. لا الشيء بالشيء الكبير اذا شفت حجمها على الوير كبير ما ترجع تصدر عن الجائس، يعني ما تنجم ترجع على الجائس تعمل ود 15 هذيك 10 تعمل سيتنج مره ثانيه. شو اسهل شيء؟ تضرب عليها مره واحده اذا كنت تصب وحدات ويجيك البكتشر تولز. شفتوها؟ بكتشر تولز. طبعا مصيبه انه معظم الطلاب بيعملوا هيك ضربوا هيك. هاي صارت جمهوريه مصر العربيه. لازم الزاويه. بصير يعملوا فيها هيك صح؟ مره من تحت بطلت هاي ما بعرفش هاي. كنترول زد ارجع. دائما بتحكم فيها بكتشر ومن هون. لاحظ انت لما تزغر الهايت بنفس السكيل بزغر الويدث. اذا نيفر ايفر تراي انك تحاول تضرب من مره تحت ومره فوق. كيف يعمل الدكتور؟ يعني هيك انت يعني هاي جرب احط الثري مره واحده انت بحافظ على نفس اللي هي السكيل. تبعكم معظم الطلاب متعودين يطلعوا على اليسار وعلى اليسار مستحيل يطلع بنفس السايز بس اذا تكون إذا سأل الدكتور إذا بدي أجيب أكتب شيء مثلا هاي تكتب مثلا بري بير باي أكتب راسي يا رفيق مثلا هون عندك دكتور شديد ونشيل دكتور شديد ونحطه مكان ما مش طبعا برضه كويس إنه يكون الفونت سايز وتايب يعني ينسجم مع الانتعام بالضبط
إذا غلطت كتبت أي شيء كانت ترجع لها. مثلا إيريا بدي أغير بانزي نيرون ننجي تشين سيمبل ممكن هاي دخلنا على تشين سيمبل دخلك على ستين بلغات بانزي نيرون 10 صغير ممكن نجرب نعمل 12 نعمل بولد مثلا نعمل بولد لذلك لون يبين أساس كان بيشتغل المي إحنا فبالمير باي انتو شو تبين هل هذا موقعها؟ هذا كانت تشين تشين بيشتغل لا إذا في عندك شعار يعني إذا في لمؤسستك شعار شوف شو ممكن نعمل إذا بخدمنا الوقت يروح على النت شغال مخبوط بتعمل مجاحي يونيفرسيتي الآن بنطلع على البرنت سكرين كيف هي الكاميرا على البرنت سكرين شيك كنترول أكبس كل الكبسات الكيبورد اللي عندكم كيف كان البرنت سكرين فانكشن مع انا شايفها كنترول ايش؟ بي 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 إذا حطيت الخارطة بدون ما تحط الريجنال ماب لها يردوا لك مثلا إذا كان واحد منها ريفيور بيفهم في الجهاز بحكي لك حط الجريد على أساس يفهم يروح مثلا يعرف هاي المنطقة وين كإكس واي أو عادة نحطها ممكن نحطها بالإمبيتيشن ولا فيديو وهكذا يعرف تقريبا الموقع فنجرب الآن نروح على أعتقد إنسان أنا نادرا ما أعملها لا مش من هون مش من إنسان رايت كليك على رايت كليك على على جرب نعمل بروبرتيز لا رايت كليك برا هي جريد او جريد جريد لا مش جريد هذا لا مش جريد لا لا مش هذا جريد لا 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 بدنا نروح حدا يفتح حد يجي ياخذ غششنا شو عارف محمد محمد المصري فجربنا هون لا لا فيها جريب داتا فريم بروبرتيز عالي جريب طيب اذا على الداتا فريم بتكون على بروبرتيز في عندك الجريب مره ثانيه كانسل احنا بدنا نعمل جريب لنابلس رايت كليك عليها بروبرتيز في عندك جريب اخر شيء او جريب اكتبها اعمل نيو جريب لأن إذا بدك إياها تروح ب اللي هي تتذكر لما حكينا عن شو حكينا؟ لما حكينا عن الأوردن سيستم حكينا في جيوغرافيك حكينا في بروجيكتيف إذا بدك إياها بالجيوغرافيك أوردن سيستم اللي هي الميريدنز والبارلل خطوط الطول ذوي العرض إذا بدك إياها ميجر ديجريت بيعمل ديفيجن للماب أكوردنج للماب يونتس إحنا الماب يونتس حاطينهم بالميتر فنجرب ناخذ اللي بالوسط مثلا على أساس يعطينا شيء اللي هي 190,000 هيك تقريبا اللي هي الاوردنس تبعهم معك انت مستخدم كل واحدة عندك اذا بدك تنشر في شيء عالمي غالبا حط اللي هي الاولى اذا بدك تبعث لواحد يعرف وين مكانك مش حيفهم اللوكال اكس واي بدك تحطه بالنيو لاتيتيود لونجيتيود اذا نختار الوسط شو اسمه بدك تسميه ممكن بدل ميجر بدل تسميه مثلا نابلس اذا في عندك غير اخر اكثر من غير نابلس جريد نكست الآن لاحظ شو جبنا الـ coordinate system unknown أو undefined لكن حكينا عن شغلة حتى لو كان الـ coordinate system مش معرف والخارطة تقع في مكانها الصح بيجيب لها x y صح دور معك الجرح لأن هذول ممكن ندخلهم بعدين labels اللي هي labels only tick marks والgrip نعمل next next بس ممكن نتحكم فيه الـ x و y هو by default حطها 6000 8000 طبعا هو كيف بقسمهم؟ اخذ السايز اللي احنا عاملينه الداتا فريم شاف هذا
اكثر شيء مناسب. اذا مش عاجبكم مثلا ممكن تغيروا، يعني ممكن نجرب او خلاص خلي نيكست زي ما هي باي ديفولت 8000 سبلاي. طيب طبعا هذا الداتا فريم لاحظ لو نجرب نعمل فايل اكسبورت ردوا وردوها على الديسكتوب سيف يس ونرجع من الديسكتوب كبري حطها على الويب من سلبيات الجرد اللي لها مثلا مين عنده في اكثر من سلبيه؟ اول شيء انه في جزء منه تقاطع مع الليجن وقع تحت الليجن كخط شايفينه؟ هذا مش شغل. الامر الاخر قريب كثير من قريب كثير من ايش؟ الحدود من الحدود. فبدك تقص الفرشه حقت رجليك او تقص رجليك حقت رجليك، لازم نرجع نشوف حقت رجليك شوي. الامر الاخر في عندنا زي اللي هي اللي بعد الفاصلة شو بسميها بليسز كثيرة، في عندك خط فاهي كبير 0000 شفتوها؟ هذا برضه مش مشكلة. فنرجع نشوف كيف ممكن نظبطها بأحسن من ذلك. يعني هذول تقريبا ايش الشغلات اللي انا شايفها. أول شيء هاي نخلص منها نطلع شوي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن إذا ندخل على الجريد بروبرتيز رايت كليك على داتا فريم روبرتز بتدخل على عندنا لابس الجرد هي موجود بتدخل على روبرتز الجرد ما بنعمل نيو وان حلو لان هاي اللي هي شايفين البوينت اصفار ايوه كيف نشيله هذول اجرب من وين اكيد مروا علي سيستم فيش فيه الا اذا ضغط روبرتز لا ليبلز ممكن تكون في ليبلز تمام لان في ليبلز ممكن نروح على اديشنال بروبرتيز بعتقد ليبلز اديشنال بروبرتيز الكويس انت لما تدخل على اي ويندو بامكانك توصل للي بدك اياه مش صعب نمبر فورمات شفتوها لان بدل ما هم 6 حط 0 اعمل اوكي اعمل اوكي ابلاي اوكي ابلاي راحوا اول شيء خلصنا من النتائج الصغيره هاي الان ضل عندنا بدنا نفكر كيف بدنا نفكر كيف نبعد الكتابه على الحرب نرجع نطلع الصوره على الورق ممكن يكون الحل السريع تتذكروا عملنا الحدود بوينت 25 صح؟ بوينت 25 بيكون الحد من حد الصفحه وبوينت 25 على الداتا فريم اذا قربناه على الداتا فريم بزياده ممكن يصير في سبيس فنجرب نعمل بوينت 3 ونشوف شو بصير هنا اللي هي لمين؟ للنيل تايم طبعا اللي هي السايز اند بوزيشن هاي نجرب نحطها بوينت 3 بدنا نشيل نص نص من هاي كم تصير 24 و4 صح؟ مش عارف احنا بوينت 6 هاي 24 و4 هاي 21 و4 والله صار شكلها صارت شبيه معقول حطيت بوينت 3 بوينت 3 والبوينت 3 اطرحها من جهتين يصير عندنا بوينت 6 من التوتال يعني 1 6 من الود و 1 6 من الماضي، عارف شو بحكي لك؟ لا؟ لا؟ لا طيب، هذا ندخل كمان مرة رايت كليك بروبرتيز مش كان عندنا حدود الصفحة 25 و 22 لا لما حكيت بوينت 3 اذا بدي بوينت 3 من اليمين و 3 من اليسار اذا بتكون الفريم اللي جوا مطروح بوينت 6 من الكل من 25 شيل بوينت 6 24 و 4 كمان نفس الشيء بالهايت الآن ممكن تكون هيك معقول نعمل اوكي ونعمل فايل اكسبورت ماب اوكي
قرب النجاس. اوفر رايت اوكي. هذه لما على كمان مره كمان معقوله جدا جدا شكلها حلو. بس في شغله مثلا عملناها ما عدلناها، مين بيعرف؟ شيء لا اذا بتتذكروا غيرنا مساحه الداتا فريم لنابل صح؟ ذكرناها شويه لما كانت مثلا شكلت الليجن كبرنا للمستباك. في شغله ما عملناهاش مهمه وهي انعكست على كل الاستنت لازم طلع كيف نابلس ك كلي اوت او كم شو اسمها شيء طالب طالب الحد شفتوه كيف؟ هون في فراغ لازم نرجع نمر زود فول اكستنت. هاي ما عملناها. فبنروح على الويست بانك او على الرسي اكتيفيت كمان فول اكستنت. لاحظوا لازم موقعها يتغير. ركزوا شفتوا كيف صارت اشبه الويست بانك زود فول اكستنت. هاي تقريبا لو نعملها اكتيفيت ممكن تغيرت بس بس النابلس اللي كان فيه تغير واضح. الان الملاحظات الاخرى على الصوره، مين بيجيب لنا شيء كثير مهني؟ يقول لنا كمان ملاحظه يعني في شغله برضه ما انتبهنا لها شويه الخط او الحدود ضاربه في تبعون الضغط اللي شفتوها فلازم نستخدم حدود الضغط الغربيه غالبا. فلو رجعنا على هذا الشباب استسلم شكله خلاص. نروح على سايز اند بوزيشن هون. لو هذا بدل 6 ونص حطنا الحمد لله لو حطنا 6 صح؟ لا 6 ونص سايز هلا الان عملناها 6 بس بدنا نحاول نلاحظ شو ممكن نعمل. بدنا نترك المسافه بال 1.5 لكن احنا عملنا قبل شويه انه عملنا نص نص وبيناتهم نص فواضح انه اذا عملنا المسافه بينهم نص الكتاب تضرب فبدنا نترك الاخيره نص واللي بالان بتوين بدل ما هي مثلا 0.5 نعملها 0.6 حيث الكتاب تكون ليفت رايت. بدك ترجع تحسن شويه شو بدك تعمل؟ تعبنا كم عملنا هذه؟ اوكي نسكر هذه مبدئيا. هذه كم؟ ما ضل اشياء شيء تفهم بس ما في ثاني. هذه عندنا 17 احنا عملنا مشكله عندنا 17 وعندنا زائد نص زائد نص من الاخير صار عندنا 18 عملنا 6 صار عندنا 1 1 نزيدها ل 17 ونص لما نعمل 18 ونص. هي مين اللي بنعملها 18 ونص؟ ندخل على الويست بانك بروبرتيز هاي بنعملها 18 ونص. بعرف شو بدها اقول جرب هاي او قبليها اطوار. ابعد شويه، اذا شايف انه اذا شايفين واحد كثيره ممكن نرجعها شويه، يعني نعمل عرضها مثلا بدل 6 6 و2 بدل ما تكون واحد بوالتين امور ترتيبيه بشكل عام. سكيل ادخل على جريد بيحكي الحج هيك بكتبها صح؟ لا لا بيكون هيك اذا عملت له تحت سبيس هيك مش عرفت شو صار؟ ما بصير يكون داخل على جريد بدك بتزيد ارتفاع الصوره ولازم تحطه في المنطقه البيضاء مش المنطقه مش ما بتكتب لك من الامور اللي انا شايفها مش كثير مهنيه فيها اللي هي بامكاننا نزغلل في الصوره شيء ايش هو؟ شو تتوقع؟ شو ممكن نزغلله بضوء منطقي؟ النور لا شيء لا ارتفاع يعني في عندنا مسافه كثير فاضيه تحت وفوق النابلس قبلنا
عاده السكيل اللي بيكون لازم تكون تكبر as much as possible من داتا فريمينج. فبدل 22 جزء منها 20 تصور، بس ساعتها بدك تنزل جرب شو بتصير. بس نغير كثير اللي نعملها، بدنا نغير حجم الصفحه، بدنا ننزل مش كثير ما ضلش بنجربها توصير. مش حرجع للاي ار كمان مره، بعتقد حكينا عن معظم الامور اللي بتخلي الصوره تكون اشبه ما يمكن. دمج انا غيرت دكتور ما زبط معي.